ألهمت حال الهدوء والشلل الذي أصاب العالم معظم دول العالم طبعا جراء انتشار فيروس كورونا والحجر المفروض الناجم عن ذلك. ألهم الموسيقيان العراقيان سعد جواد وباسم هوار كل منهما في بلد وكل بآلته الموسيقية. الفكرة هي تأليف قطعة موسيقية بعنوان فوضى الصمت تعبيرا عن الحالة الحالية التي يعيشها العالم في هذه الظروف الصعبة. للمزيد ينضم إلينا من البحرين الفنان الموسيقي العراقي سعد جواد، وأيضا ينضم إلينا الفنان الموسيقي باسم هوار من كولونيا الألمانية. أهلا بكما وصباح الخير في صباح العربية. يمكن هذه يعني اسم المقطوعة غريب شوية، فوضى الصمت، ماذا يعني ولماذا اخترتم هذا الاسم؟ ليس العمل الأول بالتأكيد، صحيح؟ لا أكيد، لا مش العمل الأول. فوضى الصمت، هو قبل فوضى الصمت احنا عرفنا دائما بالأعمال الفانتازية اللي هي واقعية خيالية. اليوم عملنا هو واقعي للأمانة. الصمت اللي مليء بالفوضى أو الفوضى المخيفة، الفوضى الموحشة، احنا اليوم هذا العمل نظرنا له من الأعلى، يعني نظرنا له من فوق، شفنا فيه أمور عديدة، شفنا فيه أنه هو مليء بالسطور وما بين السطور أيضا. يعني شفنا فيه أمور موحشة مؤلمة لكن هنالك أمل. يعني حتى الموسيقى اللي إحنا اللي تسمعوها واللي تشوفوها الفيديو فيها أمل، فيها حزن الفوضى هي العارمة في العالم، لكن فيها أمل، والأمل خصوصا واضح بالنسبة في المقطع الأخير. طيب خليني أنا أيضا أسأل، اليوم من يقال من هو خارج الملعب يرى أفضل من اللاعبين داخله، بالتالي في ألمانيا الفوضى أو صمت الفوضى هناك تختلف عما هو في البحرين وبقية الدول العربية، كيف قرأتموها؟ كيف أحدثتم هذا المزج؟ في البداية سعد بعث لي الفكرة بأنه فكرة موسيقية بأنه كيف ممكن نتعامل مع القضية هذه. بعث لي ميلودي، قلت له سعد هذا الميلودي ما يناسب، كأنه صورة فقط عن البلدان العربية، لكن نحن نفكر بالبلدان العالمية لأنه هاي المسألة أصبحت مسألة عالمية. فقلت له أرجوك غير الميلودي، وأتمنى يكون أكو أمل، لأنه الحياة أصبحت بالنسبة للطبيعة أجمل بكثير، وهي حقيقة، الهواء أصبح أنقى. فالمسألة بأنه كيف نفكر بأنه ننقل الصورة عالمية، سواء كانت في البلدان العربية أو الأوروبية أو العالم أجمع. فأنا لأنه عايش في ألمانيا، المسألة بأنه ألمانيا مزدحمة جدا وعدد سكانها كثير، فالأمر غريب بالنسبة لي بأنه تكون المدينة فارغة والشوارع فارغة. ففكرنا سوية، ودائما أنا مع العمل الجماعي، يعني كيف نصيغ الموسيقى ونخصصها لما نهدف ولما نعيشه. طيب خليني أسأل سعد، يعني التلحين عن بعد هل كان سهل التعامل مع هذا الموضوع أم يعني مختلف بعض الشيء، كان في صعوبات؟ هو التلحين عموما ما في تلحين عن بعد، التلحين داخلي لأنه هو جمل نابعة من الشخص ذاته، لكن العمل عن بعد. طيب العمل عن بعد كيف دمجته ما بين الآلتين؟
هو هاي الأشياء الإيجابية اللي إحنا استفدنا منها من هذه الأزمة. يعني خلينا نقول مو كل شيء سلبي، في أشياء إيجابية، أنه إحنا في هاي الظروف الصعبة انولد عندنا هذا العمل. أنا أرسلت الموسيقى الباسم، باسم طبعا قام بالتوزيع للأمانة، بس خليني أخذ شوية من الوقت باسم. يعني أنا من محظوظ أنه أعمل مع هذا الموسيقي اللي هو اليوم أخذ جائزة، أهم جائزة موسيقية في ألمانيا، اللي هي أفضل موسيقي في ألمانيا. إحنا فخورين كعرب في أنه واحد من أصل عراقي أو واحد عراقي يحصل على هذه الجائزة القيمة. فأنا أرسلت له الموسيقى كاملة، وهو قام بتوزيع الأوركسترالي، وأيضا والفيديو أيضا صورناه في ألمانيا وفي البحرين أيضا بشكل قليل. طيب باسم، اليوم يعني إذا أردت أن تنطلق فتنطلق من أساس، هل أساس هذه المقطوعة هو التخت الشرقي، ومن ثم ألبس الثوب الأوبرالي أو الأوركسترا، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك عمل آخر لاحقا بردة فعل من ألمانيا إلى العرب؟ أنا وسعد كفريق عمل عملنا أكثر من 25 سنة سوية، والحمد لله هذا شيء بدون مشاكل. لا لا، ما بدون مشاكل إن شاء الله. سعد شكله طيب أيضا. عنيد أحيانا. هيزعل منك بعد اللقاء. لا ما يزعل، أنا متأكد. إحنا نعمل دائما بجدية وصريحين مع بعض. المسألة بأنه من فكر، وطبعا هذا مو العمل الأول بأنه يكون بالمراسلة، لأنه دائما أطرح الفكرة عليه أو يطرح فكرة ما عليه، فنبعثها عن طريق المراسلة، والتسجيل يكون عدة مرات، يعني ها هذا مناسب، هذا لا غير مناسب، وهكذا. مزج الموسيقى بالنسبة للعربية والأوروبية، أنا عشت حياتي في العراق وعشت في بلدان عربية، وحاليا أسكن صار تقريبا 20 سنة في ألمانيا. هذا عملي، مزج الموسيقى هو عملي، وهذا العمل مستمر عليه، ودائما بأنه أستعين بعازفين متميزين من البلدان العربية أو زملاء لي أو أصدقاء، ودائما نحاول نشترك، نسوي يعني مجموعة من العالم تجتمع وتألف الموسيقى العالمية، لأنه ما أصبحت العالم، أصبح قرية صغيرة صراحة. صحيح. يعني أصبحت الموسيقى مفتوحة. شكرا جزيلا لك الفنان الموسيقي العراقي سعد جواد، كنت معنا من البحرين، وكان أيضا معنا من مدينة كولونيا الألمانية الفنان الموسيقي العراقي باسم هوار.